حانوا فيه اهتمام كبير بتطوير المساجد الكبرى، وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في زيارة تفقدية امبارح بيتابع أعمال التطوير والترميم اللي بتتم في مسجد عمرو بن العاص وأيضا مسجد الإمام الحسين، وده طبعا بيتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك والاستعدادات الكبيرة اللي بتقوم بيها وزارة الأوقاف في كل المساجد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من سيادة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، ورمضان كريم، كل سنة وحضرتك بخير. ولو تطلعنا على آخر أخبار التطورات لأعمال الترميم والتجهيزات الخاصة اللي بتحصل داخل مسجد عمرو بن العاص وأيضا داخل مسجد الحسين. أولا أهلا بحضراتكم وبالسادة المشاهدين جميعا، وكل عام وحضراتكم بكل خير. وبداية يسرني بقدوم الشهر العظيم الفضيل أن أتوجه بخالص التهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفظه الله، سائلا الله أن يعينه وأن يوفقه وأن يزيده توفيقا. وأتوجه بالتهنئة للشعب المصري كله وللأمتين العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. حضرتك تحدثت عن نقطة مهمة جدا، وهي الاستعداد لشهر رمضان في عدة جوانب. في جانب عمارة المساجد، أنا بلاحظ سيادتك والمستمعين والمشاهدين علما أن احنا اليوم فقط اليوم الجمعة بنفتتح 89 مسجدا، 89 مسجد، منها 73 مسجد إما بناء جديدا أو إحلالا وتجديدا كاملا. وما يحدث في عمارة المساجد غير المسبوق لا في الدولة المصرية ولا في أي دولة أخرى. صحيح. الاهتمام بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى لتهيئة الأجواء الروحية للناس من جهة، ونشر الفكر الديني الوسطي الرشيد من جهة أخرى. حضرتك تحدثت عن مسجد سيدنا عمرو بن العاص ومسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. كنت في زيارة تفقدية أمس المسجدين. المساجد موجودة والساحات موجودة، وأي حد يستطيع أن يذهب ويشاهد بعينيه. ما يحدث نقلة حضارية بمعنى الكلمة تتسخ وما يتم في الجمهورية الجديدة من مشروعات. لأن القضية لا تقف عند حدود تطوير المسجد، لا، عند مسجد سيدنا عمرو بن العاص أي حد يستطيع الآن بعينيه أن يشاهد المنطقة وليس المسجد وحده. هي تطوير للمسجد وساحاته ومحيطه وللمنطقة، تطوير كامل لمنطقة مصر القديمة ومحيط مسجد سيدنا عمرو بن العاص بصورة يعني غاية الدقة والإتقان والكمال بما يليق بمصرنا العزيزة. نفس الأمر ما يحدث في مسجد سيدنا الإمام الحسين، نفس تطوير المسجد. نعم، تطوير يمكن احنا معالي الوزير دلوقتي شايفين صورة من تطوير مسجد يعني سيدنا الإمام الحسين، بس عاوزين نعرف تحديدا. انا حضرتك عارف ان هذه المساجد لها مكانة خاصة عند المصريين، وتحديدا في رمضان مع يعني صلاة التراويح والفجر. امتى هتكون المساجد دي متاحة امام المصلين؟ استاذ احمد، ربنا يكرمك. بالنسبة لمسجد الإمام الحسين، لما كان انت يمكن اتكلمت عن نقطة مهمة، لما كنا قلنا هنخلق للصيانة والتطوير والناس تحدثت انتوا بتخلقوا ادي الشائعات واهل الشر والاباطيل والاراجيف وده وقت وتقفلوا الحسين. كان اولا الجميع يعلم مدى اهتمام سيادة الرئيس بمساجد آل البيت ومسارات آل البيت وتوجيهه، وكان في توجيه من سيادة الرئيس بسرعة إنهاء العمل قبل شهر رمضان ليتمكن الناس من الصلاة فيه. لكن لحجم العمل وضخامة العمل اللي كان مطلوب، كان بحسابات البشر وبحسابات الناس إن ده شبه مستحيل إن يتم في هذه المدة القصيرة. لذلك أنا لم نعلن موعد الفتح. عملت الشركات المتخصصة بإشراف الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة البازلة على مدار الساعة ليل ونهار يعني بعدد وفير من العمال والمهندسين والشركات المتخصصه حتى تمكنوا، وتاكدت بفضل الله، وبداوا امس في فرش المسجد، واعلنا بالاتفاق معهم ان هنبدا باذن الله غدا السبت صلاه العشاء والتراويح ستنقل من يعني صلاه العشاء والتراويح ستقام غدا السبت صلاه العشاء والتراويح في مسجد الإمام الحسين وطوال شهر رمضان وما بعد رمضان بإذن الله تعالى.
ولو في اعمال في الساحه الخارجيه كاستكمال بعض المظلات هذه لا اصع لها، لان المسجد من الداخل. يعني نفهم من كده معالي الوزير ان هيكون ابواب مسجد سيدنا الحسين مفتوحه امام المصلين في صلاه العشاء والتراويح غدا، بس مش العشاء والتراويح بس، ده دي بدايه الفتح، وهيبقى مفتوحه في كل الصلوات بدءا من عشاء السبت. نعم، بدءا من العشاء يوم السبت، لكن فتح جزئي، فتحا كاملا للمسجد، سيكون المسجد مفتوحا كاملا بكامل طاقته يوم السبت غدا صلاة العشاء، وفي جميع الصلوات طوال شهر رمضان، وخطبة الجمعة القادمة مش اليوم، ستكون الجمعة مقامة في مسجد الإمام الحسين بإذن الله تعالى. أما مسجد الله. سيدنا عمرو، نعم معالي الوزير كنت اتفضل حضرتك يا فندم. أما مسجد سيدنا عمرو بن العاص فلأن المسجد كبير جدا وساحته قابلة، فالعمل أصلا لم يخلق أصلا، لأنه كان من الممكن تقسيم العمل به، وأنا رحت بنفسي ونستقص مع الشركات العاملة ومع قيادات الأوقاف المكان الذي تقام فيه الصلوات، والصلاة مقامة والجمعة اليوم قائمة في مسجد سيدنا عمرو بن العاص. والحقيقة أنا بتوجه بالشكر الحقيقة لسيادة الرئيس على اهتمامه بمصاعد آل البيت ومساجد آل البيت، وليس تطوير المسجد فقط بل المساجد والمناطق ومحيطها. وبتوجه بالشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لما بذله رجالها من جهد غير طبيعي في الإشعاف ليل نهار، يشرفون وشركات متخصصة، ولكل الشركات ولكل من أسهم في عمارة هذه المساجد. وبقول بالتوازي احنا النهاردة بنفتح 89 مسجد في يوم واحد، بما يعني أن الدولة المصرية مهتمة غاية الاهتمام بعمارة بيوت الله، ليس في المباني فقط، إلى هذا الجانب أعددنا دورات متخصصة للأئمة، وهناك يعني بتبدأ من الغد الدروس، درس العصر خطأت التراويح في الإيمانيات والأخلاق والقيم، بما يهيئ منظومة الشهر الكريم. على الجانب الآخر، وهذا ما أختم به، وزارة الأوقاف بتقوم بدور مجتمعي. إحنا بدأنا نوزع الأسبوع ده وأوشكنا على الانتهاء 500,000 شنطة غذائية من الموارد الذاتية للأوقاف من فائض ريع الوقف على الأسر الأولى بالرعاية، وبنوزع أسبوعيا 100 طن لحوم. بدأنا من أول شعبان من رجب إلى شوال 800 طن لحوم، منها 500 طن على الأسر الأولى بالرعاية، بواقع ما بين 15 إلى 16 طن ل 15 ل 16 ألف أسرة يوميا، من مشروع صكوك الإطعام الذي تقوم به وزارة الأوقاف كامتداد على مدار العام لصكوك الأضاحي، حتى نصل إلى الأسرة ليس مرة في العام عند صكوك الأضاحي، ولكن نصل عليها على الأقل مرة كل شهر أو مرتين كل شهر للأسر الأولى بالرعاية، بلحوم متميزة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت إشراف طبي وبيطري ووزارة التموين والأوقاف معا. نعم، الدكتور صحيح. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فبنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.